مرحبا، اهلا وسهلا. بس عليك واسكم زونيت سيميس لو كونسيبت. دونك حابين نحطوا العناصر الاثنين، يعني مغرب الب ديزرتيك اون كونسونتر اون فيتيرا et puis la politique plus répartie, plus intégrée, etc. Donc si vous voulez, le thème elle est pratiquement la souveraineté nationale, c'est le point de question. Ou les pôles de développement internes, ou transfert AV, il reçoit les excédents à toutes les énergies. سعدت كثير باستقبال السيد الرئيس اليوم للمرة الثانية، ومعايا سيد كاتب الدولة السيد هادي بن عباس. حقيقة كان اللقاء يعد بتفائل في ميدان الطاقات المتجددة واستعمالها في تونس على المستوى الكبير، وفي نفس الوقت بالإشعاع اللي يلزم على المناطق اللي كانت محتاجة، المناطق اللي تستحق احترام كبير بعد الثورة متاعنا المباركة. ولهذا حكينا على إمكانية استعمال الطاقة الشمسية كفاكتور دو ديفلوبمون، يعني عنصر تنمية ومش كطاقة فحسب. وحكينا على المشاريع اللي نجم تقع استعمالها وتطبيقها من أجل بعث مواطن شغل في الجنوب التونسي، في الشرق الغربي التونسي. وحقيقة تعرضنا لكل الجوانب اللي ممكن دعم المشروع هذا وتمشي به أكثر ويجسم إن شاء الله في القريب العاجل.